جميل. أولا أن هؤلاء الرجال، الرجال الذين نفخر بهم، نعم. يستشعرون أن هذه الخدمة يقدمونها لضيوف الرحمن، يستشعرون أنهم في عبادة، لذلك يتلذذون بها. الله نحن لو أكبر. وقفنا الآن في الشمس ساعتين، صدقني أننا لن نستطيع، سنرجع مباشرة وممكن نمرض يومين. أنت محسن الظن، ساعتين كثير علينا صحيح. الشيخ. هو يقف كما تلاحظ الساعات الطويلة، ومع ذلك ابتسامة ومساعدة ما لمن شاء الله. يستطيع، لمن يحتاج مساعدة من كبار السن، ويقدم الماء لمن يحتاج الماء، يستشعر هذا. ثم الأمر الثاني هو أمر مهم جدا، هو أنه يرى عند قدوة له الله. في هذا خادم الحرمين الشريفين، سمى نفسه ورضي أن يسمي نفسه خادما الله للحرمين الشريفين، الله. ويقدم الخدمات لضيوف الرحمن، وينزل بنفسه إلى منى ويذهب ويتابع. فلما يرى رجل أمن أن أعلى قيادة عنده تعتني بهذا وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن، لا شك أن هذا سيكون له أثر كبير على رجال الأمن عند العمل في هذه الأماكن، ولذلك نحن نفخر بهم. وكل من يعني جاء إلى المشاعر وسار بينها يجد هذه الروح. يعني الله. أنا قبل قليل أتيت بمكان ممنوع الدخول، فكان رجل أمن بكل ابتسامة يقول ممنوع ارجعوا. الابتسامة هذه تجعلك ترجع وأنت مسرور. يعني مسرور جدا، وتمتثل أمره، لأنه أصلا ما منعك إلا لمصلحة للحجيج ومصلحة تنظيم السير. ولكن هذه الابتسامة وهذه الروح تعطيك أريحية في التعامل، لذلك الحجاج يفرحون ويفخرون بهؤلاء صحيح. الرجال. لكن أسأل الله أن يكتب لهم الأجر المثوبة.